مستافدين من السكنات الاجتماعية تاع 350 مسكن في بلدية تاع مسرقين، ودينا قرارة الاستفادة في 2015، والمشروع راه باقي في 2011، ووعدونا باش السلطات باش على مدة تاع 6 شهور ولا باش نكونوا ساكنين. نناشد رئيس تبون، طرقنا كاع الأبواب، طرقناها كاع السلطات، طرقناها من رئيس بلدية للشيف دايرة للمديرية السكن كاع في مهب الريح لحياة لمن تنادي. يا سيد الوالي، راك وعدتني شخصيا أمام وزير السكن وقلت لي أنا نتكفل بالقضية تاعكم. يا سيد الوالي ما شتنا والو، كل شيء راح بس سيد الوالي. ماذا بيك سيد الوالي؟ ماذا بيك؟ شوفينا شوية. خرجنا بنتائج الحمد لله، راه تم الإلغاء التام، وغادي يبعثوا لي 300 لوجمون واللي باقيين تاع باتيور كاع بالنسبة للبوتليليس غادي يبعثوهم في هذا لومو. يعني الإجراءات تاع الصفقة تتطلب وقت، والمواطن لازم يعرف باللي خاتم سليمان ما راش في يدينا. هذه سكنات فيها إجراءات تاع قانون الصفقات العمومية اللي تحترم من طرف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري.